متوقعة انه ممكن حد يوافق انه يبقى ابنه في رحم آلة او بنته؟ يعني اي حد بيحلم بالأبوة او بالبنوة وربنا مش ميسر له القصة فيقبل ان جسم صناعي مش انساني يتحط فيه مهما بلغ الذكاء الصناعي يتحط فيه الابن او الابنة؟ بصي انا مش عارفه احنا التكنولوجيا هتودينا لفين، وبالذات ايلون ماسك. ايلون ماسك يا جماعه بيثير الجدل مره اخرى بعد ما نزل فيديو فكره الروبوت الحامل، وبرده ليه صوره تانية رابط الحامل معاه طفل صغير والزوج جنبه. لا في لخبطه كده هتيجي في وقت من الاوقات هتبهدل الدنيا، والدنيا كلها هتبوظ والانساب هتبوظ بس ده احنا في المجتمع الشرق اوسطي. بره الكلام ده هيبقى واو، ده بريك ثرو، ونقدر نخلي الامهات يبقوا عندهم ولاد ويحملوا بدون وجع وبدون الم، وبكره تلاقوا المستشفيات عاملين دعايه على تعالى رابط للحمل بدون وجع وبدون ألم. أنا مش عارفة من الناس دي هتاخدنا تودينا فين، هتودينا في داهية. يعني احنا ده يعني لا، أنا عارفة يعني هتودينا في فكرة داهية، بس بسرعة ولا بعد شوية؟ هو ده الوقت. فكرة إن السيد ماسك كرم الله وجهه بيفاجئنا كل يوم بكوارث هيعملها الذكاء الصناعي، والأخرها الأرحام الصناعية اللي هي هتتلقى بويضات المرأة وتطور الأجنة حتى الولادة. التصريح طبعا ده اللي عمله أو الفيديو اللي عمله ده عمل موجة كبيرة جدا من الجدل والتساؤلات حوالين مستقبل بقى الذكاء الصناعي وحدوده في الطب وعلوم الحياة. القصة هتروح بينا على فين؟ ازاي هيكون في جنين بيتكون في رحم من معدن آلة؟ الفكرة ممكن تبقى خيال علمي اكتر منها واقع، لكن الموضوع خلى الناس تسأل ازاي هيحصل تزاوج بين الآلة دي والعلوم الحيوية. لا، ما هم هو كلها تبادلات جينية والبويضة والحيوان المنوي، وهيركبوه ويحطوه. أنا متوقعة إنه هيبقى في طفرة بريك ثرو في الحتة دي تكنولوجي، يعني مش زي ما احنا متوقعينها. الناس دي مقررين إنهم يخشوا بكل ما أتتهم من قوة في حاجات لو هتتساب زمان من الأفضل، لكن للأسف احنا مفيش في ايدينا اي وسيله للمنع. احنا دايما متلقين، هم يعملوا التكنولوجيا بس ويبيعوها لنا. هي القصه دي فيها مجموعه من النقط. حقوق الجنين ده هيكون في مسؤوليه مين من البشر؟ هيبقى في مسؤوليه الاب والام اللي عملوا كده. خلي بالك، انا اتوقع ان هذا الروبوت هيبقى روبوت بتشتريه او بتأجريه لفتره زمنيه معينه للحمل، لعدم قدرة الأم على إنها تحمل زي ما كتير دلوقتي. يعني أنا أعتقد إن هي تبقى بديل السرجات. هم هناك ماشيين برضو بحاجة ربنا يعني ما يكتبها على حد فينا، فكرة إنها تبقى أم بصحة ومعاها عندها كل حاجة، وتقرر إنها مش عايزة تبوظ جسمها وتاخد الأم البديلة وتديهم فلوس. بس كمان هو بالظبط الرابط هيبقى هو فكرة الأم البديلة. طيب بيفتح كمان فكرة التلاعب الجيني، لأن أنا الرحم الصناعي ده ممكن يخليني أتلاعب بالجين بطريقة غير أخلاقية أو غير إنسانية، لأن في ناس بتسعى في تعدل تلاعب خصائص الجيني. الجنين. طبعا ما هو دلوقتي في اوريدي دلوقتي بيتعمل على نطاق لا، محترم. هما بقول لك بيكتشفوا ايه، حاجات علشان لو عملت تصليحها بالظبط، لو بس عملت مش بتلاعب التحليل فيها. الجيني نقدر نعرف الطفل ده قبل ما يتولد ممكن يعاني من ازمه ايه، فنقدر نعالجها من قبلها. ده الكلام اللي بيتقال، بس طبيعي زي ما اي حاجه بتتقال في الاول على ان هي مفيده للبشريه وممكن نعمل ده، تتاخد شويه في شويه في شويه، ويبتدوا بقى يلعبوا بيها لعبه اللي احنا هنشوفه لسه.